هل بتشوف اليوم على صعيد المنتخبات، كان منتخب رديف، منتخب شاب، منتخب أول، طموحنا ومطالبنا دائما بتحقيق نتائج إيجابية باستمرار رغم الظروف اللي بتمر فيها كرة القدم الأردنية، ممكن يعني في السنوات الأخيرة ممكن ما في شيء إيجابي، خلينا وحاليا لا دوري ولا بنية تحتية، المشاكل كثيرة، رواتب لاعبين ما في على صعيد الأندية، يعني تتحدث عن تحديات وظروف من الصعب أنك تأهل فريق لأنه يكون بينافس. هل بتشوف منطق اليوم طموح الشارع الرياضي من هاي المنتخبات أنه ينتظر منهم أنهم يحققوا انتصارات دائما في أي مواجهة بيواجهوها؟ هو أول شيء دائما الأمل بالله. نعم. الإمكانيات صعبة، أنا بعترف أنه الإمكانيات صعبة، لكن أنا وجهة نظري الشخصية أن منتخبات الفئات العمرية هي أهم من المنتخب الأول. حلو. إذا كنت تريد منتخب أردني أول قوي، عليك أن تكون أن يكون اهتمامك وينصب اهتمامك وأن يكون صرفك كما الفريق كما المنتخب الأول على منتخبات الفئات العمرية. الاستمرارية مطلوبة حتى نشاهد لاعبين يعني يرفضوا المنتخب الأول لكرة القدم. هذا أمر مهم ومهم جدا ليث، والأمر الأهم يجب أن يكون هناك يعني من يعني صرف على الفئات العمرية ويعني ببذخ، لأنه بصراحة هناك مواهب في كرة القدم الأردنية سواء في منتخب الشباب أو منتخب الناشئين أو حتى المنتخب الأولمبي. هؤلاء اللاعبين يحتاجون إلى اهتمام. لما اللاعب يشوف أنه في اهتمام من الاتحاد الأردني لكرة القدم واهتمام من المنظومة الكروية في كرة القدم الأردنية واهتمام من الداعمين سواء حكومة أو شركات حكومية أو شركات خاصة، أعتقد بيصير الحافز عنده بيكبر. كابتن ثائر، أتفق معك في ناحية الدعم، بكل تأكيد الدعم هذا الشيء أساسي لللاعب، لكن نتحدث عن النقطة اليوم الموهبة موجودة، اليوم اللاعب بيقدم كل ما عنده خصوصا في مثل هكذا استحقاقات. الجانب الفني بالشكل العام بتشوف انه احنا بحاجة الى مدرسة تدريبية تقدم اضافة للمنتخبات الوطنية ولمنتخبات الشباب، لا نقلل هنا من المدرب الوطني، في الجانب التدريبي بالشكل العام بتشوف هذا بيأثر اليوم؟ يعني اليوم الموهبة موجودة عند اللاعب الأردني، اكبر دليل اليوم منتخب الأردني، اذا بنتحدث الامكانيات هون ممكن نحطها على جال، منتخب قطر تعرض لخسارة كبيرة بتسعة أهداف، منتخبنا الأردني من المنتخبات يعني إذا بنتحدث عن المنتخبات اللي تأهلت يعني يعتبر على صعيد المنتخبات العربية أنه شيء جيد أنه نتأهل للدور الثاني. اليوم منتخبات عندها دعم وإمكانيات أكبر من الإمكانيات اللي عندنا وغادرت من دور المجموعات، لكن في الناحية التدريبية دائما نتحدث عن الدعم المادي لهذا، في الجانب الفني تدريبيا للاعب وإعداد اللاعب بدنيا. يعني مش شرط انه يعني اتوجه مثلا لاستقطاب مدير فني اسباني او مدير فني ايطالي او الماني للفئات العمريه حتى يعني يعمل على عمليه تطوير للفئات العمريه. اذا كانت هناك فعلا نيه لتحسين الامور الفنيه للمنتخبات الوطنيه، يجب ان على الاتحاد ان يستقطب اسم معروف وكبير، لكن احنا بنطلع على الاتحاد السوري استقطب اجهزه فنيه هولنديه لمنتخبات الفئات العمريه لكنها لم تؤدي المطلوب منها. ليس يعني المطلوب ان ناتي بمدربين من اوروبا، لكن الأهم أن نأتي بمدربين قادرين على تشكيل الإضافة الفنية اللازمة. مش كل مدرب في أوروبا هو مدرب كبير. صحيح. إحنا في عنا مدربين وطنيين على يعني كفاءة عالية. أنا مطلع على العراق في مدربين عراقيين هم من يقودوا منتخبات الفئات العمرية. قطر اطلع، قطر أكبر برهان. قطر اهتمام كبير وكبير جدا في الفئات العمرية، لكن مع بكل أسف لا يوجد مواهب في الأردن. هناك مواهب، لكن لا يوجد دعم. يعني الأمور معكوسة. أكيد الدعم هو مهم ومهم جدا. على الاتحاد أن يعي أن الفئات العمرية هو أساس وأساس قوي لتشكيل منتخب وطني أول قوي قادر على المنافسة سواء في آسيا أو الوصول وتحقيق حلم الشارع الرياضي الأردني بوصول إلى كأس العالم إن شاء الله.